السلام عليكم. إحدى المستودعات التي طرقت الدخل. مستودعات هذا في مخزن مضروب يا شباب. يا شباب في مضروب مخزن ها. هذه هي أكبر المستودعات التي تم تدميرها على أيدي الثوار. نحن الآن نسير باتجاه المستودعات الأخرى، حيث كما تسمعون الاشتباكات ما تزال مستمرة بين الثوار وقوات النظام بثاني أكبر مستودعات بالريف الشرقي. كما تشاهدون هناك صعوبة بالغة في التسلق على الأجبال للوصول إلى المستودعات، والثوار حتى اللحظة يسطرون أروع أمثلة البطولة في محاولاتهم للتقدم أكثر فأكثر داخل مستودعات أمهين. كما تشاهدون أن الثوار هناك خطورة بلغة تحاق ضد الثوار، ولكن الثوار يتصدون أروع أمثلة البطولة، يعني يتصدون للفتائر ده زلف اشتراك مستمر بين عناصر جيش النظام وعناصر جيش الحر داخل مستودعات التمهيد، ثاني اكبر مستودعات في سوريا. كما نشاهد الآن الاشتباكات هي الأشرس والأعنف من نوعها تجري بين الثوار وقوات النظام على جبهات المستودعات الأخرى. فيما تمت السيطرة على هذا المستودع، هناك مستودعات أخرى يحاول الثوار التمكن من السيطرة عليها، وكما تشاهدون الثوار مرابطون على الجبهات، وهناك تصدي أسطوري من قبل الثوار في محاولة لهم بالتقدم داخل. نحن الآن إحدى القادة العسكريين على جبهات المستودعات، ثاني أكبر مستودعات في سوريا بالريف الشرقي. معنا أحد القادة العسكريين من غرفة العمليات بالريف الشرقي. أخي لو تحدثنا، كيف قمتم بالسيطرة على هذا المستودع المليء بالذخيرة، وكيف سوف يتم تحرير المستودعات الأخرى؟ كما نلاحظ أن هناك اشتباكات محتدة على مختلف الجبهات. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء هذه المعركة اسمها معركة أبواب الله إلى الحرية. نعم. شارك معنا العديد من الكتائب من الجيش الحر والأخوة والكتائب الإسلامية، وبعون الله تعالى تم اقتحام المستودعات. هناك كان مواجهات ولكنها كانت باطلة وكافية، لأنها كما ترون هم رموا بالطائرة المستودعات. وهناك مستودعات أخرى أيضا في المقدمة هم حرقوها أيضا من شدة ضغط النظام وكثافة الأخوة والتقدم الرائع والهائل اللي كان للأخوة، ففقدوا السيطرة حتى على عساكرهم وجنودهم، فراحوا هم يدمرون الذخيرة ويقتلون جيشهم. والحمد لله رب العالمين نحن نتقدم الآن، وصار تحت السيطرة الآن 6 مستودعات بالكامل، وهذا ما تسمعونه هو مستودع صواريخ الدراك. الله أكبر ياكل ياكل رفع المستودعات. صور لك وين تصور عنك. وين الشباب بتروح تحطوا؟ سامر وعثمان. وين بين العساكر؟ الطيران الحربي الان عشان عدة غارات جوية على في خط الجبهة الاول. الطيران الحربي الان
الطيران الحربي. الله أكبر. الطيران الحربي ميك يشن عشرات الغارات بل مئات الغارات بيوم واحد على جبهات المستودعات مهين وتصدي أسطوري من قبل الثوار وصمود جبار بفضل الله عز وجل وبفضل الثوار الأبطال الصامدين على كل الجبهات. كما شاهدتم يأست كتائب الأسد من التقدم باتجاه الثوار، لذلك أتت بالطيران الحربي لكي تشن عشرات الغارات على الثوار، ولكن كان رد ساحق من قبل الثوار الأبطال. طيران الحرب الميك الآن يشن غارة جوية على مستودعات مهين كما تشاهدون. الطيران الحرب الآن يشن غارة جوية على مستودعات مهين بريف حمص الشرقي، والثوار بفضل الله عز وجل قاموا بتحرير مستودع جديد، ونحن في طريقنا إلى هناك. تتمركز كتائب الأسد وهناك اشتباكات تجري بين الثوار وكتائب الأسد. كما ترون أن هذا المستودع لم يتم تحريره بعد، ولكن الثوار كما تشاهدون أنهم بعيدون عن هذا المستودع مئات الأمتار فقط، وهناك يعني تصدي أسطوري من قبل الثوار، والمعارك حتى اللحظة مستمرة. قام بإعطابها ناصر الجيش الحر داخل مستودعات مهين. انت كم بدك تقرب اليوم؟ حام ناصر الجيش الحر مستودعات مهين. ما هو الضرب؟ ما بك السيف يقوم بإلقاء قنابل عنقودية على الثوار على خطوط. عناصر الجيش الحر يقتحمون مستودعات مهين، ثاني أكبر مستودعات في سوريا. غارات متتالية. كتائب الأسد قامت بإشعال إحدى مقراتها للهروب من قبضة الثوار. الثوار قاموا برشق رصاصاتهم التي هي بالأصل بلا رحمة على أعناق كتائب الأسد، لذلك اضطرت كتائب الأسد لإحراق مقراتها وللهروب من بطش الثوار. بفضل الله عز وجل قد هربت كتائب الأسد من هذه المقرات. التي اغتنمها الثوار، هذا أول مستودع اغتنموه الثوار بفضل الله عز وجل وبفضل سواعدهم التي سطروا بها أمثلة البطولة ضد مرتزقة بشار أسد. كما نشاهد أن هذا المستودع هو صواريخ صقر تم اغتنامه على أيدي الثوار الأبطال. كما تشاهدون هذا المستودع ضخم جدا، لأن هذه المستودعات تعد ثاني أكبر مستودعات في سوريا. تم بفضل الله عز وجل السيطرة على هذه المستودعات أو مستودع من المستودعات بشكل كامل. بقي الكثير من المستودعات الأخرى كما تسمعون اشتباكات جارية حتى اللحظة، سواء كان بين الثوار وكتائب الأسد، وهناك تصعيد عسكري مكثف من قبل كتائب الأسد. لابد أن أقول أن الصواريخ التي تمت السيطرة عليها هي صواريخ أو مدافع ميدانية. هذه المدافع أصبحت الآن بإذن الله عز وجل بسيطرة الثوار الأبطال المجاهدين. كما ترون هذه الصواريخ هي أو هذه المدافع أو القذائف هي مدافع ميدانية تحوي أيضا يعني على الكثير من الأسلحة، وهناك أيضا يعني مستودعات أخرى إلى حتى اللحظة الاشتباكات جارية عليها. ولكن جدير بالذكر هو أن الطيران الحربي يكثف بشكل
بشكل عنيف وعنيف جدا على هذه المستودعات، ومن جهة أخرى الثوار يحاولون أن يتقدموا باتجاه المستودعات القريبة من هذا المستودع. لله الحمد مستودع جديد فرضوا سيطرتهم عليه الثوار، وهو موجود به قذائف للدبابات. إذن مستودع جديد مليء بقذائف الدبابات يحتوي على المئات من القذائف أو أكثر من المئات بفضل الله عز وجل وبفضل المجاهدين الأشاوس الذين سطروا بطولات في أيضا. لله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ما نوع هذه القذائف؟ هاون 120. نعم هاون أيضا يوجد به قذائف هاون 120. على ما يبدو هذا المستودع يحتوي على العديد من الذخائر، ليس فقط على قذائف الدبابات بل حتى على قذائف الهاون. لنرى أيضا مستودعات أخرى أو صناديق أخرى ما بها. نعم قذائف هاون أخرى أيضا من طراز 242. هذه القذائف طبعا طولها كبير جدا. هذه القذائف فقط موجودة لدى كتائب الأسد. الله أكبر العزة لله. احتاق قناصين النظام الذين كانوا متمركزين على احدى المستودعات، ولله الحمد كما تلاحظ فرحات الثوار بهروب القناص. القناصين الاسد الان تحت اقدام الثوار، قناصين الاسد الان تحت اقدام الثوار، وكتائب الاسد كلها الان تحت اقدام الثوار الاحرار. فرحات الثوار كما تشاهد الثوار تقوم باطلاق رشقات الرصاص على صدور كتائب الاسد. طائرات الأسد تقوم الآن بإلقاء قنابل عنقودية. على ما يبدو كتائب الأسد قد خسرت المستودعات، تخسر مستودع وراء الآخر تلو الآخر، لذلك بدأت بعملية الانتقام من الثوار الأحرار. كما نشاهد الثوار الآن في عملية التقدم لا للتراجع حتى تحرير مستودعات مهين كاملة. هناك سيارات لكتائب الأسد ولعصابات بشار أسد تتمركز على المستودع الآخر. الثوار الآن في طريقهم للتقدم، عليهم للقضاء على ميليشيا بشار الأسد. هنا الباب الرئيسي لمستودعات مهين. كما تلاحظون هناك تحشدات لسيارات كتائب الأسد، يحاولون أن يقضوا على كتائب الأسد وجنود كتائب بشار الأسد. هناك الاشتباكات حتى اللحظة مستمرة ومحتدمة على عدة جبهات، سواء كان من الثوار من هذه الجبهة أو من جبهات أخرى أو من جبهات بعد الأخرى تلو الأخرى. الآن جبهات كلها مشتعلة، تصديات أسطورية من قبل الثوار، قتل الأسد بالمئات. الآن في هذه الجبهات قتل الأسد بالمئات. لأول مرة أرى قذائف حراتية من جيش النظام. نحن لا نمتلك هذه القذائف إلا وأن كتائب الأسد يوجد لديها من هذه القذائف، من هذه الحشوات الفرادية فقط لدى كتائب الأسد. الآن المستودعات الآن بأكملها أصبحت تحت سيطرة الثوار. كتائب الأسد تستهدف مقراتها الآن، كتائب الأسد باتت تستهدف مقراتها بالمدافع الثقيلة. على ما يبدو جنون بشار الأسد أو عجز كتائب الأسد من التقدم من مواجهة الثوار انسحبوا هاربين وقاموا بقصف مقراتهم. الآن كتائب الأسد تقوم بقصف مقر بوابة مستودعات مهين. لله الحمد الثوار يحققون إنجازات كبيرة وواسعة في التقدم إلى مقر إلى مكان بوابة مستودعات مهين. ثالث قام الثوار بتحرير
تحوي على صواريخ كورنيس. هذه الصواريخ أو هذه المدافع تم العثور عليها في هذا المستودع الثالث الذي تم تحريره من قبل الثوار. الآن مئات الصواريخ من كافة الأنواع أصبحت أو باتت تحت فرض سيطرة الثوار الأحرار. الآن تم تعس على بشار الأسد والسيطرة الكاملة على مستودعات مهين بالريف الشرقي لحمص. الآن سوف نكون على كل الجبهات. سوف نذهب إلى حلف المحاصرة وسوف نحرر الأحياء المحاصرة بإذن الله عز وجل. بإذن الله تكبير. هي تقوم بها طائرات الميك على مستودعات مهين، ولكن بفضل الله عز وجل تم تحرير المستودعات بشكل كامل على ايدي الثوار الاحرار بريف حمص. شاهد الطائره الحربيه ماذا قام باحراق سكناته، باحراق مقرات جنوده، لانهم انسحبوا هاربين، لان الابطال حققوا النصر باذن الله عز وجل. يا خنزير يا كلب يا قافله. الله أكبر. به فر هاربا من قبضة الثوار، فر هاربا، ولكن لله الحمد تم تحرير هذه المستودعات بشكل كامل. وهذا علم سوريا التابع لبشار الأسد تم بعون الله مزق كل الأعلام التابعة لنظام بشار الأسد، وحتى فر القيادات وتكسير كل القيادات. ليس لدينا قائد إلا محمد صلى الله عليه وسلم.